أنا هم مواطن وهم أستخدم الموبايل وأستخدم الإنترنت. نعم. معلوماتي أنه الخدمة اللي بصلاح الدين، الخدمة اللي ببغداد على الموبايل مو أحسن منها. يعني ممكن تقول لي الشمال كحالة خاصة. نعم. أقول لك نعم أنا وياك. كرتون على سبيل المثال يعني. بس الموضوع اللي هو أنه مراقبة هاي الخدمة، قلت لك ووجود التنسيق، هو التنسيق يعني أتوقع موجود بس بين الوزارة وبين الهيئة، لأنه إحنا تدري كدوائر فرعية يعني ما يصير إحنا نتجاوز المرجع ونروح ننسق ويا هيئة الإعلام والاتصالات، فأكيد هو التنسيق موجود بين الوزارة والهيئة، بس قلت لك في حدود معينة. نعم. قصدي يعني كتبتوا كتب مذكرات أنه اليوم تحتاج إلى إعادة نظر في موضوع تحسين جودة خدمة الانترنت في شركات الموبايل. لا كتب احنا حقيقة كتبنا في قبل تقريبا شهر، زارنا وفد من البرلمان العراقي على قانون الاعلام، قانون الاتصالات العراقي زين، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارة وبين الهيئة. فبصراحة بينا رأينا كناس يعني ناس نقول عندهم خبرة يعني معقولة، نقول في مجال الاتصالات يعني خل حددنا نقاط الخلل، بدينا ملاحظاتنا وحددنا، وهم الناس حقيقة كان راحوا من عندنا شاكرين، وسوينا هنا فد يعني قعدة وياهم وبدينا ملاحظاتنا على هذا الموضوع، ومعلوماتي انها رفعت الى البرلمان العراقي حتى تناقش يعني من ضمن كل المحافظات، حالنا حال بقية المحافظات الاخرى.